النظره فيه كي دايره تخلعو يزيد في حالته ما عندوش المشكل. ديال الشتاء الناس ديال الشمس ما عندكش المشكل. الناس ديال الكاميرا ديال طاقه شمسيه مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا ديالكم الاخوان باحسن ثمن. عاوتاني غتراقب المسائل ديالك فقط منظرك فين ما كنتي في العالم غتراقب المسائل ديالك فمرحبا بكم. عندنا لكم الروبو العام سيدي اللي كيجينا بجوج كاميرات وحده فيكس وحده كدور مع الحركه الاخوان حركه الموفمون الاخوان اللي جا اللي تحرك حدا يعني الدور معاه ماشي مشكل وحده كتبقى فيكس. وعندنا لكم العام سيدي لي بروجيكتور حتى هما كيشعلوا بالليل بغيتي انت تخليهم شاعلين كونتيني ما عندكش المشكل. عندك عاوتاني الحل انك ديرهم الى تحرك حدا شي واحد فقط يشعلوا لي ليد ديولها فمرحبا بكم. الناس ديال الشتاء الناس ديال الشمس ما عندكش المشكل واخا يكون واخا طيح عليها الشتاء ما عندكش المشكل في هذا البلندر يا اخوان بهذا الروبوت الاخوان فقط ب 1000 درهم 1000 درهم عام سيدي وغتراق بالمسائل ديالك فقط بكارت سيما الاخوان وكارت ميموار العام سيدي. عندك هنايا كارت كاميرا كتجينا بافا الاخوان ممكن ترسل لها انت اوديو فين ما كنتي في العالم غتوصل لها غتوصل الصوت ديالك يعني كان تحرك شي واحد حدا الكاميرا راه ممكن تصيفط ليه شي اوديو من عندك انت فين ما كنتي ما عندكش المشكل. بالنسبه للانفو كتبرونشي انا عام سيدي بحال هكا ما كاين لا كابل لا سيدي سكرين انا العام سيدي فقط كتبرونشي مع الطاقه الشمسيه كتخدم بلا ضو بلا والو فمرحبا بكم. بالنسبه للروبوت الاخوان تبقى فقط ب 1000 درهم 1000 درهم الاخوان وكتستافد من هذا العرض هذا اللي هو ناضي اللهم بارك مرحبا بكم. عندنا لكم عاوتاني هذا الروبوت هو اللي هو ناضي اللهم بارك شوفير النظرة فيه كي دايره تخلعو يزيد في حالته ما عندوش المشكل. عندك العام سيدي الروبوت العام سيدي حتى هو كيجينا بليليد بروجيكتور حتى هي بحركة المرور ممكن تبعو فين ما كان ما عندكش المشكل كدور 360 درجة ديال الشمس وديال الشتاء فمرحبا بكم الاخوان. عندك سيدي كارت ميموار كتسيبورتي 128 جيجا يعني غتشد لك وحدة تخزين اللي هي كافية وعندك لوبسيون عاوتاني باش انك تمسح الفيديوهات اللي هما سابقين راه هي كدير هذه العمليه اوتوماتيك يعني ما تحتاجش انت غتحيد كارت ميموار وتركبها في شي حاجه باش انت تمسحها هادشي ناهيك الاخوان. جبنا لكم لي روبو اللي هما باحسن ثمن في السوق فقط 900 درهم. واش هاد كارت هاد كاميرا كانت كدير 900 درهم الاخوان؟ لا فقط امشوا ايفون الاخوان 900 درهم شي حاجه اللي هي ناضيه اللهم بارك ركبها وانساها كونيكتي لابليكاسيون ديالك نعم سيدي في التليفون دير فيها كارت سيم دير فيها 5 جيجا ب 50 درهم فين ما كنتي في العالم غتراقب المسائل ديالك. كتجينا نعم سيدي بالفيكساسيون ديالها وعندنا كابل تيب سي الا بغيت دوز لها الكابل ديال الضو قريب لها كابل ديال الضو راه مزيان ما كانش عندك سيدي الطاقه الشمسيه اللي هي هذه خدامه لكم خيره فمرحبا بكم. الثمن ديالها فقط ب 900 درهم وعندنا لكم هذه اللي فيها جوج كاميرات وحده فيكس وحده كدور فقط ب 1000 درهم الاخوان شي حاجه اللي هي ناضيه بالشتاء والشمس ما عندكش المشكل فمرحبا بكم. بالنسبه للمحل في السبيطات من الليل اللي بغى يدوز عندنا المحل فمرحبا به نصيفطوا ليه لوكاليزاسيون في واتساب اللي بغى يكوموندي انها نصيفطوها ليه فين ما كان اي مدينه فين ما كنتي راه كاينه ليفريزون غتوصلك ب 40 درهم حتى لباب الدار ان شاء الله فمرحبا بكم. شوف المسائل ديالك عاد خلص ما عندناش المشكل فمرحبا بكم وتحياتي لكم والسلام عليكم.